وعليكم السلام كابتن. نعم ماشي، ما بينك حضرتك شغال في البريد، شغال وكيل مكتب. نعم فشغال في البريد وكيل مكتب، وكيل مكتب في البريد، تمام. وشغلنا فيه توفير وفيه ارباح، وانا برجع على الشغل دوت. حكمه ايه؟ مش م... لم لم اسمع. شغال في البريد وكيل مكتب، اصل تمام، عملك كوكيل مكتب بريد برجع على عمل الشغل، صحيح، برجع على الشغل، لكن تمام. اصل عمل وكيل مكتب البريد الاصل العمل صحيح، لان البريد يلزم ان يكون للمسلمين بريد. وما طرأ عليك ان كنت مجبرا عليه مجبرا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، والله اعلم.